اهلا بيكم في فلوج عربيات جديد. هو الحقيقه مش جديد بس هو جديد وقريب الى قلبي قوي، يعني بحبه جدا. بصوا الحلاوه ايه ده، ايه ده على الصبح. انا هخش معاكم في الموضوع على طول. العربيه اللي معانا النهارده هي عربيه اسمها دي اس 7 كروس باك. عربيه انا مش بحبها، انا يعني في بيني وبينها كده حاجات هشرح لكم عليها يعني لسه شويه. واللي هيبعت في الكومنتات يسالني هي العربيه دي صيني، هروح ملبسه بلوك يهتز له الجبال، عشان بس يعني تبقوا فاهمين. بس الكروس اوفر زي ما بنقعد نعيد ونزيد ونقول في كل ريفيو، هي الفئه الاكثر شعبيه وانتشارا في صناعه السيارات كلها الحقيقه. والتنافس في الفئه دي بقى عنيف لمرحله ان مفيش شركه عربيات ما عندهاش عربيه كروس اوفر، يعني حتى اللي ما كانوش بيعملوا بقوم بيعملوا. فلما بتيجي تختار من الفئه دي الموضوع بيبقى يعني مش سهل من كتر الاختيارات اللي قدامك. بس انا بالنسبه لي كوكيل يعني انا عندي نظريه ثانيه في الموضوع ده. انا عندي في فئه الكروس اوفر وفي العربيه الدي اس 7، يعني انا بحبها للدرجه دي. فزي ما انتم شايفين وملاحظين طبعا انا اول مره في حياتي ادخل عليكم ريفيو بالدخله العنيفه دي، بس انا يعني وعد مني في طول الريفيو انا هبقى موضوعي جدا وحيادي، وهتكلم على كل حاجه بعيدا عن حبي القاتل للعربيه دي، وهقول لكم على كل عيوبها ومميزاتها وكل حاجه انا عارفها عنها. بس ده ما يمنعش ان ربنا اول ما يرزق ان شاء الله بقرشين كويسين ويبقى الواحد عنده القدره ان هو يجيب عربيه كروس اوفر عائليه، غالبا من 70-80% لا، 85-90 لا، 95% العربية دي هي اللي هتكون الاختيار الاول بالنسبة لي يعني صراحة. خليني الاول اخدكم في نبذة عن تاريخ وشركة واسم دي اس. ايه هي الشركة دي؟ ايه هو الاسم ده؟ تبع ايه؟ موقعه ايه من الاعراب؟ موقعه ايه في وسط المنافسين؟ جه منين؟ بيتصنع فين؟ كل الحاجات دي. لان انا شخصيا لما كنت بشوف العربية اللي احنا راكبينها دي زمان اول ما نزلت كنت اساسا مش فاهم دي ايه، انا مش عارف دي تبع مين بالظبط. ظهور لاسم دي اس كان عن طريق عربيه اسمها سيتروين دي اس. العربيه دي نزلت سنه 1955 وفضلت قاعده ل 1975. والعربيه دي وقتها كانت عربيه ثوريه جدا، فيها تكنولوجيا وحاجات كتيره جدا، وكانت ثوريه لدرجه ان هي كانت من العربيات وكانت من الاسباب اللي خلت اسم سيتروين يتحفر في تاريخ صناعه السيارات من الشركات اللي هي ابدعت وعملت حاجات او اختراعات يعني ايه مخصوصه ليها بتاعتها هي لوحدها. بعد العربيه سيتروين دي اس اختفى اسم دي اس تماما لغايه سنه 2009 و2010 لما ابتدى يظهر تاني في العربيات السيتروين في العربيه الدي اس 3 اللي هي كانت مبنيه على قاعده عجلات العربيه السي 3. وبالوقت ده سيتروان اعلنوا ان دي اس هيبقى الجناح الفاخر لعلامه سيتروان، زي كده بالظبط انفينيتي في نيسان وزي لكسس في تويوتا اللي هو الحته ايه يعني الجناح الشقاوه بتاع العربيات، لغايه بقى سنه 2015 لما قرروا ان هم يفصلوا تماما البراندين عن بعض ويبقى الدي اس ده علامه مستقله بذاتها. الكلام ده كان سنه 2015 2016 تقريبا. والاستقلال ده كان سببه ان مجموعة بي اس اي وبالذات الفرنساويين بشكل عام عايزين يعملوا براند ينافس بشكل صريح وواضح مع الثلاثه الالمان العزاز الجمال الرهاب اللي هم مرسيدس اودي وبي ام دبليو، وقرروا يحطوا دي اس كعلامه منافسه للثلاثه دول. وقرارهم بان العربيه او علامه دي اس ان هي تنافس مع الثلاثه العظام دول كان جد جدا، لدرجه ان وقتها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قرر ان العربيه دي تكون هي العربيه الرئاسيه بتاعته. يعني هو كان بيستخدمها في اللي هو في الرئاسه، ما اعرفش كان بيستخدمها في ايه بالظبط يعني، بس هو قرر ان دي تكون السيمبل او العلامه اللي بتميز فخر الصناعه الفرنسيه. وانا عارف السؤال اللي انتوا بتسالوه لنفسكم دلوقتي وبتسالوه لي وانتوا قاعدين ماسكين موبايلاتكم او كمبيوتراتكم او لو عندكم سكرين ميرورنج وبتتفرجوا على التلفزيون، هل فعلا دي اس تقدر تنافس مع مرسيدس وبي ام دبليو واودي ولا لا؟ فده السؤال اللي انا هجاوبكم عليه النهارده في الفيديو بالعربيه دي الدي اس 7 كروس باك، اللي هي تعتبر اول عربيه تنتج مستقله من شركه دي اس. وطبعا دي اس يوم قرر
قرروا يعملوا اول عربيه مستقله قرروا يعملوها ايه؟ كروس اوفر كالعاده. ولكن هم لما قرروا ان هم يعملوا العربيه دي ويخلوها تنافس مع الفئه العنيفه دي ابدعوا الحقيقه. يعني هي العربيه من النوع العربيات اللي لما تقف وتقعد تبص وتركز في تفاصيلها كده تحس ان هي عربيه اكتر من سعرها بضعفين ثلاثه على الاقل. ليه بقى العربية دي تحس ان هي بتديك احساس ان هي ضعفين او ثلاث اضعاف سعرها؟ لان مهندسين ومصممين دي اس ادركوا انك عشان تاخد المنافسة لفئة البريميوم كروس اوفر وتخش تنافس بيها بعنف لازم تهتم بادق التفاصيل. والعربية دي كده، اقف ساعة حوالين العربية دي، اقعد بص عليها، هتطلع كمية تفاصيل مهولة. وبعدين خد لك ساعة تانية هتطلع تفاصيل غير التفاصيل الاولانية اللي انت طلعتها في الساعة الاولى اللي انت وقفت فيها دي. العربية الديزاين قمر، ودي مش حاجة سهلة في فئة الكروس اوفر عامة. عربية الكروس اوفر عادة ما بتبقاش امورة وجميلة قوي، لكن هم اهتمامهم بالتفاصيل غير عادي. يعني لما تيجي تبص على وش العربية، منظر الشبكة، الجلوس اللي هي كلها شيب اللي هو السامبوسكا ده مع علامة الدي اس اللي هي المميزة جدا، وطبعا فكرة الالي ديز دي لما بتنور العربية دي بالليل قصه تانية. سيبكم الحر والشمس اللي انا هيغمى عليها فيها دي، بس العربيه دي بالليل وهي منوره حوار تاني خالص. الالي ديز والفانوس ده لما تبدا تفتحه وتقفله، لا لازم اوريكم. بصوا مبدئيا ده المفتاح، حتى المفتاح شكله يعني جميل. بصوا بقى لما نفتح، شوفوا بقى اللي هيحصل دلوقتي في الفوانيس. القلبه اللي فيها دي لوحدها العيال الصغيره بتقف تتلم حواليا، تقعد تصور كده. والتفاصيل بقى الصغيره، حتى بصوا لما تيجوا عند الفوانيس الورانيه تلاقوا علامه دي اس اللي محفوره هنا، او هي مش محفوره، بارزه كده شويه. الانوار دي اصلا وهي منوره بالليل انت بتبقاش فاهم اساسا هم ازاي صمموها كده. الشكمانات اللي ورا اللي معموله بالطول دي، كل التفاصيل الصغيره اهتموا بيها وخلوا العربيه في المجمل يعني تلوح اي حد يشوفها من بره. من جوه لما تخش العربيه برضو عندك نفس حاله الابهار والانبهار والدلع والاختلاف. يعني تحس ان انت قاعد في حاجه مختلفه تماما عن اي حاجه تانية. المقصوره نفسها مميزه، تفاصيل الماتيريالز المستخدمه في العربيه كلها في حته تانية. كل حاجه معموله بعنايه وبكواليتي، تحس ان في ناس فكرت قبل ما تحط الحاجات دي بانه خامه. يعني في دماغ في الموضوع. الزراير ما تلاقيش حاجات مستخدمه مع عربيات تانية كتير. يعني الزراير كلها تحس ان هي معموله مخصوص عشانها، تحسها غاليه جدا، تحسها جايه من عربيات بنتلي مثلا. حتى ايفن ماسكات السقف اللي من هنا دي متطرزه بالجلد، يعني ده مثلا ممكن بتلاقيه اوبشن في عربيات غاليه جدا. وبعدين الكواليتي بقى، يعني مفيش تزييقه واحده تسمعها من اي حته بتمسكها في العربيه، كل مفيش اي تزييقات تماما، كل حاجه جميله كده في حد يعني حلوه. ده غير بقى ان بعد كل ده كمان العربيه عائليه جدا في المقام الاول والاخير. القعده من قدام واسعه جدا، القعده ورا واسعه جدا، مفيش نفق في تيس خالص. الكراسي اصلا ورا او الكنبه ورا بتتحرك كهربا، وتقعد ثلاثه مرتاح. الشنطه كبيره جدا، وبعدين مساحات التخزين غير عاديه، اماكن تخزين في كل حته تقريبا. فعاده العربيات الفخمه دي بتيجي على الحته دي شويه، لا بس دي عامله فيها هونداي توسان من جوه قوي. وانت بتتحرك بالعربيه تجربه سواقتها تحس ان هي فعلا تجربه غاليه. يعني تحس ان انت قاعد في منتج غالي الثمن، باهظ الفلوس. انت قاعد جوه حاسس ان انت راكب كواليتي، ونظره الناس ليك حواليك، الناس اللي بره شايفينك من بره، بتاكد لك النظريه دي. وعلى ذكر الاحساس بالتفرد والتميز ده، خليني اتكلم معاكم على العربيه دي بتنزل بفئات عامله ازاي واسعار عامله ازاي، عشان برضو يعني تاخدوا فكره. يعني باسمنا بنقول حاجه مفيده. الدي اس 7 كروس باك بتتقدم في السوق المصري باربع فئات مختلفه. اول فئه اسمها بي شيك، يعني خليك شياكه عادي، جبتها اول فئه ما يجراش بس شيك برضو. الفئه دي سعرها 598 الف جنيه. يليها الفئه الثانيه والثالثه، وهما اسمهم بيرفورمانس وبيرفورمانس بلس، والفرق بينهم بس بانوراميك سان روف. يعني هما تقريبا نفس التجهيزات بالظبط باستثناء البانوراميك سان روف. وسعرهم ايه بقى؟ 658 الف للبيرفورمانس و698 الف للبيرفورمانس بلس. اما الفئه الاخيره اللي هي اعلى فئه خالص، ودي الفئه اللي احنا راكبينها النهارده دي، اسمها الاوبرا، تحس اللي هو اللي هي فيها كل حاجه دي، بتنزل بقى سعرها 848 الف جنيه. ففي فرق، يعني في فرق كبير شويه ما بين البرفورمانس بلس والاوبرا، لكن انا هبقى يعني هشرح لكم برضو الفرق ده في ايه، يعني ليه الفرق ده موجود. الفئه الثانيه والثالثه من وجهه نظري دول اكتر فئتين مغريين جدا في اللاين اب بتاع العربيه ده. عربيات شكلها حلو قوي من بره، والترم بتاعهم من جوه الكانتارا كله غير، هنا كله نابا لادر، وفيهم اغلب اللي انت محتاجه من عربيه يعني. فانا شايف ان هم كسعر وقيمه وكده مقابل اللي انت بتاخده، هم افضل فئتين اللي هم البرفورمانس والبرفورمانس بلس. الرابعه بقى اللي احنا ركبنا النهارده الاوبرا دي اللي هو ستايل ايه، للمنيو كله. يعني عارف انت اللي هو رحت جايب الاوبشن ليست وعملت بقى ايه
كده اهو، عايز كل حاجه تبقى عندك في العربيه. ودي الفئه اللي هي بتاعه الشخص المطرف المدلل قوي اللي هو مش فارق معاه اي حاجه خالص. من الحاجات اللي موجوده في الفئه دي بس مش موجوده في كل الفئات الثانيه، اول حاجه ساوند سيستم حوالي 14 او 16 سماعه اسمه فوكال الكترا، وده يعني من الساوند سيستمز المحترمه الغاليه جدا، يعني مش حاجه مثلا معموله مخصوص للدي اس، لا ده اسمه حاجه فخيمه وصوته طبعا جبار. فيها طبعا كلها نابا لذر، ونابا لذر انت بتتكلم في يعني مش بس الكراسي والكنب وفرش البيبان، لا حتى الطبلوم مطرز، والتطريز بتاعه تفاصيل، يعني اللي هو ايه مش التطريز العادي، حاجات كده جميله. بس هو انا بفضل بالنسبه لي الالكانتارا، بحسه مميز اكتر لانه مش شبه اي حاجه تانية في العربيات اللي بتقدم في الفئه دي. فيها مثلا اختراع غريب جدا اسمه نايت فيجن، وده من الاخر في كاميرا قدام في العربيه بالليل لو الطريق ضلمه كحل، هي بتبقى موريه لك على الشاشه هنا الطريق منور، وبتقدر تديتكت او تاخد بالها من الناس اللي بتعدي الشارع، لو شافت اي حد بتعلم لك عليه يعني زي ايه بوكس اصفر كده، بحيث انك انت ايه تاخد بالك ما تخبطوش. بالرغم ان انا يعني بتسحل لما بمشغله افضل قاعد عمال ابص كده، وحاسس ان اول ما حد بيخش في البوكس الاصفر ده المفروض يبقوا حاطين زرار هنا تدوس عليه تروح ضرباه طلقتين، فاهم يعني؟ مش عارف، حسيتها غريبه، بس هي معموله ان انت تساعدك في الضلمه يعني. طبعا الكراسي برضو في الفئه بتاعه الاوبرا دي اخر دلع، فيها تسخين وتبريد، وفيها مساج كمان، انظمه مساج مختلفه للكرسيين. طبعا بتتميز برضو ان هي فيها كاميرا قدام، يعني مش بس كاميرا خلفيه في الباركينج، كمان في كاميرا قدام توريك وانت بتخبط قدام. وفيها تاتش جميل شياكه قوي بقى، اللي هو ايه الساعه، في ساعه هنا كده، الساعه دي ماركه بي ار ام، وساعه بي ار ام دي يعني ساعات من الحاجات اللي هي الغاليه اللي احنا بنروح نتفرج عليها كده في فلوباتير بالاس وما بنعرفش نشتريها، هي بقى نازله هنا وبتشتغل قلاب كده، يعني وانت قافل العربيه مقفوله اول ما تدور تلاقي الساعه قلبت كده وفتحت، يعني انت ممكن تبص في الساعه اللي في ايدك، بس هي بتديك احساس فخامه كده اوبرا بقى. لكن اهم حاجه بتميز العربيه دي اس 7 الاوبرا عن بقيه الفئات، واللي انا من وجهه نظري شايف ان هي السبب اللي مخليه العربيه يعني سعرها فارق شويه عن الباقيين، هو الادابتيف سسبنشن. ده طبعا هياخدنا بقى قبل ما نتكلم عن تفاصيله عن تجربة السواقة نفسها، العربية دي عاملة ازاي وانت سايقها، السبيكس، الموتور، الكلام ده كله. العربية دي S7 بتنزل بموتور او اختيار واحد من المواتير، وهو 4 سلندر 1600 سي سي تربو، بيطلع قوة 165 حصان و 240 نيوتن متر عزم، والمنظومة دي متوصلة بفتيس 6 نقلات اوتوماتيك عادي خالص، لا دبل كلتش ولا الكلام ده. والعربية بتتسارع من 0 ل 100 في 10 ثواني و2 من 10، وبتجيب سرعة قصوى 220 كيلو في الساعة. التجربة مبدئيا وانت قاعد جوه انعزال تام، اعتقد معرفش انتوا حاسين ده معايا ولا لا، بس العزل هنا بريميوم، يعني انت قاعد فعلا مش حاسس باي اصوات حواليك خالص، منعزل تماما عن العالم، وده حتى في الاستخدام اليومي وحتى في الحتت الدوشه، انت حاسس انك انت يعني قاعد كده، عارف لما تبقى ساكن في شارع جانبي فاضي، هي العربيه دي دايما محسسك انك ساكن في شارع جانبي فاضي. عفشتها بقى خرافيه، ودي ميزه كمان كبيره في العربيه الاوبرا، موضوع الادابتيف سسبنشن ده. انا جربت قبل كده العربيه البرفورمانس لاين قبل كده وهي ما فيهاش الادابتيف سسبنشن، بس هي دي 7 بشكل عام العفشه بتاعتها او التيوننج بتاع السسبنشن بتاعها مايل لناحيه الراحه اكتر من الاداء، يعني العربيه اللي ما فيهاش ادابتيف سسبنشن هتلاقي عفشتها مريحه جدا في الاستخدام اليومي، عربيه بتمتص الصدمات بشكل كبير جدا تخليك تستخدمها وانت مبسوط. الميزه في الاوبرا عن الفئات الثانيه ان هي ادابتيف، بمعنى ايه؟ ان انت ممكن تحطها على الكومفورت فتخليها مريحه اكتر من العادي كمان، وفيها سبورت بيخليها بقى تقلب عربيه رياضيه جدا، سواء في تقل الدركسيون، سواء في استجابه دواسه البنزين، صوت الموتور نفسه بيتغير، والعفشه نفسها والعربيه بتبقى ليفلد فبتقدر تجري بيها. لكن في الفئات الثانيه اللي ما فيهاش ادابتيف سسبنشن انت ما بتحسش ان انت العربيه دي عايز تفرهد بيها وتجري بيها وتاخد غرز وتقطم وبتاع، لان هي عربيه مايله اكتر للراحه. ودي دايما الفلسفه بتاعت دي اس، وطبعا سيترون سابقا، يعني ان هم دايما بيحبوا يميلوا للراحه في الاداء اكتر من العفرطه والشغل التخلف العقلي ده. طبعا ناس كتير ممكن تلاحظ ان فكره 0 تو 100 في 10 ثواني و2 من 10 ده رقم يعني يعتبر عالي شويه في الفئه دي، لكن انا اقدر اقول لكم من استخدامي العربيه استجابه الموتور مش بتضايق، ظريفه نشيطه. والجميل فوق ده كمان ان استهلاك البنزين بتاع العربيه خرافي، العربيه دي بتنزل تنكها حوالي 62 لتر، فالعربيه دي سهله قوي ان هي بالسواقه العاديه مش بالسواقه اللي هي الموفره وجري في النص وسواقه اللي هي فيها زحمه وفيها كل الكلام ده، ان انت العادي بتاعك انك التفويله ممكن تخليك تكسر ال 500 وال 600 كيلو على التفويله الواحده، فالعربيه من نوع العربيات اللي تحط لها بنزين وتنساها، ما تحسش ان انت ايه على طول قلقان هفول امتى هعمل، لا التفويله بتعيش يعني. وهي العربيه في المجمل مش كاركتر عربيه رياضيه، بالرغم ان منظرها من بره اجريسيف وتحس ان هي هتبلعك بالشبكه بتاعتها دي، لكن هي عربيه تحس ان هي عايز تتساق بفخامه كده، تحسك انت موكب رئاسي، يعني انت ماشي كده غني ومقتدر ومرتاح، وفي نفس الوقت انت مش حابب الفرهده، حابب تحطها دايما على الكومفورت زي ما انا عامل كده قاعد جوه كيس مارشميلو، يعني العربيه دي في الكومفورت مود انت فعليا الكيس المارشميلو بتاع سعودي اللي هو قد كده ده، وفوق كل ده وانت بتستخدمها انت حاسس بقدر كبير جدا من اللكجري والفخامه، مش كل العربيات اللي في الفئه دي حتى العربيات البريميوم بتقدر توصل لك الاحساس ده، يعني في عربيات لسه هنتكلم عليها
بتنافسها دايركت. اه انت عارف انك راكب براند فخم، لكن هل انت حاسس بالفخامه دي وانت قاعد جوه، او انت نظره الناس ليك بره؟ دي اس في حته تانية تماما في الفئه دي في الموضوع ده. مين منافسين الدي اس 7 الصراحه؟ لان العربيه دي عامله برضو لخبطه في السوق، في ناس عشان مش فاهمه البراند هو ايه بيخاطب انه نوع من العملاء. فخليني اقول لكم ايه العربيات اللي بتنافسها صريحه، هي دي العربيات اللي في السوق اللي ممكن تتنافس معاها على نفس المستوى. اول عربيه من وجهه نظري واللي شايفها قريبه جدا ليها كتنافس العربيه الاودي الكيو 3 الجديده. عندك البي ام دبليو الاكس 1 برضو تعتبر من المنافسين، وطبعا في عندك العربيه المرسيدس الجي ال اي، بس يعني دي منافس عشان هي مرسيدس، لكن الجي ال اي الجديده هي المفروض لما تيجي هتبقى المنافسه الصريحه بتاعتها. واخيرا برضو من العربيات اللي تعتبر قريبه جدا من التنافس مع الدي اس 7 وناس كتيره دايما بتحطها في مقارنه معاها، هي العربيه الفولفو الاكس سي 40. التميز اللي هي بتتميز فيه العربيه دي عن بقيه العربيات هو قوه الموتور 2000 سي سي وفوق ال 200 حصان، في عربيه ادائها قوي قوي بالنسبه للعربيات اللي اتكلمنا عليها. بس اي حد يقول لك اي عربيه ثانيه ممكن تتنافس مع الدي اس 7، هي هتبقى حاجه من الاثنين، يا اما هتبقى عربيه مش في نفس الفئه، هتبقى فيها اعلى زي مثلا سي الفا روميو ستيلفيو، او عربيات اقل يعني لا توصل ربع في المية من احساس التميز واللكجري اللي انت بتحسه وبتشوفه كخامات وكتقفيل جوه العربيه دي. طبعا زي ما انتم ملاحظين ان الريفيو حتى الان واخد سكه ايجابيه، انا عارف ان هي في العادي بتعصبكم وبتنرفزكم جدا، هتبداوا تخش بقى تقول يا عم انت عابط كام، يا عم مروقين عليك بشيك قد ايه والحاجات دي. طبعا لكن انا هعترف انا العربيه دي فعلا بحبها حب غير عادي، لكن الميزه ان انا دي مش اول مره اجربها، يعني العربيه دي تاني مره اخدها من دي اس، والمره الاولى اللي خدتها قعدت معايا فتره طويله جدا، قعدت فوق الشهر تقريبا، فانا متعود على العربيه وقادر احدد واعرف عيوبها كويس ايه قوي. عشان كده انا هرص لكم العيوب دي دلوقتي، لان انا بعرف اتعامل مع العربيه دي بفهمها، ومحدش هيجيب لكم العيوب السخيفه دي زي ما انا هجيبها. يعني اول حاجه نقدر نتكلم عليها في الموضوع ده هو عفشه العربيه، اللي هي اساسا لو انت بتحب الكومفورت والراحه هتبقى مستمتع بيها جدا، لكن لو انت الشاب السخنان الحرقان على طول اللي هو عايز يبقى جازز كده وهو سايق، العربيه الدي اس 7 عربيه مايله اكتر للراحه. هي مش عربيه انستابل تماما، هي عربيه ماسكه نفسها وكل حاجه، لكن مش هتحس ان انت راكب سبورتس كار. العربيه الوحيده اللي ممكن تحسسك بكده هي الفئه بتاعت الاوبرا، انك وانس انك بتحطها على السبورت العربيه بتبقى ليفل تماما، تقدر تاخد بيها ملفات تعمل بيها اللي انت عايزه. لكن طالما ان الفئه دي بس هي اللي نازل فيها الموضوع ده، بقيه الفئات لا، فحبيت ان انا انوه عن الموضوع ده. الحاجه الثانيه اللي هي فعلا تقدر تحط ايدك عليها هو فتيس العربيه. العربيه دي بكم احساس اللكجري وبكم احساس الاهتمام بالتفاصيل ده، الفتيس دون المستوى تماما. هو مش وحش على المشي بتاع الراحه، هو جميل جدا، لكن هو استجابه ملوش دعوه بقى، يعني هو دي مش قصته خالص. حتى هم عاملين لك البادلز هنا، انزل نقله مثلا، يا حاج انا بنزل نقله، يا اسطى مفيش، انا ماليش دعوه، لما انا ابقى شايف ان النقله المفروض تنزل هنزل، ما تعدلش عليا. تحس هو بقى بيقول كده. من الحاجات الثانيه برضو اللي هتواجهك شويه في استخدام الدي اس 7 هو الانفوتينمنت سيستم بتاعها. هو على قد ما اي حد بيركب معايا بينبهر بيه وبشكل الشاشات الكتيره وكده، لكن هو في استخدامه محتاج وقت عشان تتعود عليه، وفي نفس الوقت هو مش كل حاجه في المكان اللي انت متعود عليها، فهو يعني بساعات بيلخبطك او ساعات بيبقاش سلس معاك ومش ذكي معاك قوي في الاستخدام ده. غير طبعا ان هو كمان نوعا ما لاجي، يعني الشاشه والتاتش سكرين بتاعها مش سريع، فتحس ان انت ايه مش مرتاح قوي في استخدامك للفانكشنز بتاعه العربيه. ولكن هي برضو مختلفه، مدياك احساس بالتميز لكن في نفس الوقت بيعصبك. الدي اس 7 الكروس باك عربيه من العربيات اللي تبقى عايز تكرهها، عايز تبقى قالب عليها، عايز تحاول تطلع فيها القطط الفطسانه زي ما بيقولوا، ومع ذلك هي بتخليك تفشل ان انت تعمل ده. النظره اللي بشوفها في عينين اي حد بيركب معايا العربيه الدي اس 7 مش بشوفها في اي عربيه تانية من الفئه دي. كميه الانبهار، كميه السعاده، كميه الاسئله الكتير جدا، الاسئله اللي هي فيها شغف دي، اللي هو طب وهي دي ايه، طب وهي دي بكام، ده ما بيحصلش مع العربيات اللي من الفئه دي خالص. الناس فعليا بيحبوا العربيه دي، حتى ايفن الناس اللي هم هيشتروا عربيه من فئه البريميوم كروس اوفر ومقررين ان هم هيشتروا واحده من ثلاث عربيات سواء اودي بي ام دبليو مرسيدس، مش هيجيبوا حاجه بره الثلاثه دول، برضو ستيل اسئلتهم اول ما بتيجي سيره العربيه دي معاهم في اي نقاش هم بيحبوها جدا. بس عارف انت العربيه بتبقى بالنسبه لهم عامله زي عارف البنت اللي انا معجب بيها قوي، بس انا في الاخر لسبب ما مش هروح اتكلم معاها. مفيش حد عمري قابلته قال لي لا لا دي اس 7 دي عربيه وحشه، فعليا زيرو، ما حصلتش قبل كده ان حد قال لي دي اس 7 عربيه وحشه. وحتى ايفن لما يكون حد ما شافهاش قبل كده او ما يعرفهاش او كده
كده، واول ما بجيبها له بيتفرج عليها بيحبها على طول وبينبهر بيها على طول، ودي مش حاجه سهله في صناعه السيارات عامه في فتره الممله اللي احنا عايشينها دي. وانا شخصيا بحبها وبرتاح في التعامل معاها، وبحب الاحساس اللي هي بتديهولي تجاه نفسي وانا بستخدمها كده. بحبها لدرجه تخليني اقول ان انا لو قررت في يوم من الايام ان انا اجيب عربيه عائليه للبيت كروس اوفر بريميوم اس يو في، هي هتبقى الاختيار الاول، هي هتبقى الاختيار الاول بجداره يعني. فانا بحبها لهذه الدرجه، انا احب الدي اس 7 الكروس باك جدا.